كل طير، كل حيوان، كل دابة، كل حنش، كل حتى كل ذباب، كل مخلوق دب على وجه الأرض في هذه الدنيا تخرجه الأرض يوم القيامة. كل الأمم تحشر، وإذا الوحوش حشرت أخرجت الأرض أثقالها، حتى الدناصير اللي انتهت تخرج يوم القيامة. ممكن واحد يقول طيب كيف كل هؤلاء يخرجون، الأسود والسباع والدناصير والفيلة و يأكلوا بعضهم بعضا؟ إذن لا، ما عاد في أكل، لا ظلم اليوم، يوم القيامة يوم العدل، لا الديناصور ولا الأسد ولا أي شيء يظلم. حتى المتكبرون في الدنيا، الجبابرة الطغاة الذين كانوا يزدرون بالمؤمنين ويحتقرونهم، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويذيقونهم العذاب الأليم يوم القيامة، لا يستطيع واحد يتكلم، مجرد كلمة، لا يؤذن لهم فينطقون. يوم العدل الأكبر، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. طيب تعالوا بنا بعد ما شفنا هذا العالم يخرج، جميع الحيوانات، جميع لحوش، جميع الأنعام تخرج كلها، وإذا بالإنسان يخرج من أقطار شتى، يخرج هنا وجنب أسد، ويخرج من هنا وجنب فيل، ويخرج من هنا جنب ديناصور، ويخرج من هنا جنب حيوانات لأول مرة يشوفها، فماذا يقول؟ ما لها؟ إيش هذا؟ ما هذا؟ وتعالوا إلى سورة ياسين وشوفوا الكافر ماذا يقول والمؤمن ماذا يقول. يقول الله عز وجل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث يعني القبور إلى ربهم ينسلون. الآن سيتكلم الكفار، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيجيبهم المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق موسى، صدق عيسى، صدق إبراهيم، صدق المرسلون جميعا، وكذب مكذبوهم. المرسلون قالوا إنكم ستموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. وقال الإنسان ما لها؟ لماذا الأرض تزلزلت؟ لماذا أخرجتنا من الأجداث؟ لماذا أخرجتنا من القبور؟ لماذا خربت علينا المنام؟ لماذا